فلا طريقة وكيفية تفعيل البريد الإلكتروني على تطبيقكم تيمو. نقوم بالضغط هنا على تطبيق تيمو، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على حسابي، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإشعارات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على رسائل الدردشة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على البريد الإلكتروني. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل البريد الإلكتروني، وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.